والآن مشاهدينا مع هذه الوقفة الأخيرة لمعرفة آخر أخبار الطقس. إليك مصطفى نزار. شكرا من جديد زملائي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه المحطة الثالثة والأخيرة ومجموعة من أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل في بعض الأماكن إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. هذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 10 يكون الجو فيها مائل للبرودة، في الأسكندرية 18-11 يكون الجو بارد، في مطروح 19-9، في بورسعيد 18-10 يكون الجو مائل للبرودة، في الإسماعيلية 19-10 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 19 والصغرى 10 يكون الجو فيها مائل للبرودة، في العريش 19-11 مائل أيضا للبرودة، في طابة 16-11 وأيضا يكون الجو يتسم بالبرودة، في شرم الشيخ 21-15 يميل الجو هنا للاعتدال، أما في الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14 ويكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 9 يكون الجو معتدل، في أسوان 22-9 يتسم الجو فيها بالاعتدال، في الوادي الجديد 21-6 يكون الجو أيضا معتدل، في شلاتين 24-12 يكون الجو معتدل، وأخيرا في حلايب درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 يكون الجو فيها معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.